المكاسب الاقتصادية لأنه تعود كنظام أنه يعيش على فتات الأزمات. هو اللي استفاد من العقوبات اللي كانت مفروضة على إيران، بس المرة دي لعبها مزدوجة، يعني استفاد من السعودية بمكاسب من إيران، واستفاد من الغرب بمكاسب من دفع إيران للثقة في إن هي نجحت في مفاوضات 5+1، وإن هي هزمت الشيطان الأكبر اللي هي أمريكا. وفي نفس الوقت ده كان تمهيد لقطع الحبال المتصلة، وده خطير جدا اللي بقوله، بين إيران وسوريا. وإيران لم تستطيع أن تعلن طبعا موقف، لكنها تعيش لحظة هدوء وكمون. مقابل ايه؟ هتقبض تركيا على ايه؟ على جر اردوغان، على جر اردوغان للاداره الايرانيه لمستنقع العراق. وفي الحاله دي احنا هنا استهدافنا فين؟ استهدافنا في ان ما قامت به دوله 3/7 في ليبيا، واللي لم تهضمه الادارات الغربيه وجزء من الاقليم، يتم الان محاولة استباقية للتعامل مع المشهد السوري الداخلي بتقطيع الأوصال. وده اللي يوضح لنا ايه اللي بيحصل من عملية مزدوجة شديدة الخطورة. أرجو من أهلي في الخليج ان الكلام ده يصلهم بمنطق مختلف، مش بمنطق شخصي. اللي بيحصل في سوريا ضغط من الجنوب مقابل ضغط من الشمال، وانا بقول اهو وأنا على يقين مما أعلنه لحضراتكم، لن تسقط الدولة السورية، مش علشان أي شخص ولا علشان أي حاجة، لأن استقرار الإقليم لا يتأتى بتفتيت هذه الدولة، فالمشهد مضمون. الغريب إن أردوغان اللي بيتطاول على الاتحاد الأوروبي في كلمات مسجلة بالصوت والصورة، واللي بيتطاول على الجميع، لازم هنا ننتبه في السياسة الغربية لما يتم تدليله بأنه يترك له الباب أنه يتطاول، ده للانزلاق علشان يدفع الثمن، لكن في المقابل ممكن يسيبه كمان الآخرين يوصفوه هو وأجداده بأنه هو مسؤول مجزرة الأرمن، فده ما يخوفناش. بس اللي يقلقنا أن الحركة التركية اللي بدأت من السعودية ومرت إلى إيران بالمكاسب ثم إلى الغرب بالمكاسب، اليوم يصل إلى الكويت. وهو بيروح الكويت بيتكلم عن أجندة الحوار اليمني، علما إن الإعلان اللي خرج من المملكة العربية السعودية بوقف العمليات لم يتم على الأرض، والعمليات مستمرة، وكأننا تجاه مشهدين، مشهد بيعلن انتهاء العملية وبدء العملية السياسية، ومشهد حقيقي على الأرض يقول هناك استمرار للعملية ولم يتم شيء في المسار السياسي. الزيارة للكويت هدفها ايه؟ هل من حقنا كلنا ان احنا بشكل ومنهج علمي نحط الاشياء دي جنب بعضها علشان نتساءل معا؟ خلوني اطرح الامر على الكاتبة الصحفية الكويتية الشهيرة الاستاذة فجر السعيد. مساء الخير يا فندم. استاذة فجر، اهلا، شرفت فيك. ربنا يخليكي. خلينا نعرف من حضرتك، هل في اي معلومات حوالين اجندة زيارة اردوغان، خاصة ان كلنا في الوطن العربي لم ننتبه وتم ترويج ان زيارته اللي ادى فيها العمرة وكان الرئيس السيسي كمان عنده زيارة للسعودية، وقتها ضللونا بطريقة الاعلام الغربي ان دي للمصالحة، وطبعا كلنا انجرفنا لان الكلمة ممكن تزعج ناس وتوافق ناس وهكذا. الزيارة للكويت ايه المضمون؟ ايه الهدف؟ اختي خليني بس اعلق على جملة انت قلتيها قبل لا نتكلم عن زيارة اردوغان للكويت، اللي هي ان السعودية اعلنت انتهاء العمليات بينما هي لم تنتهي على الارض الواقع. حقيقة السعودية لم تعلن انتهاء العمليات. السعودية بالمتحدث العسكري العسيري اعلن انتهاء عاصفة الحزم ولم يعلن انتهاء العمليات. الفرق عاصفة الحزم لها مرحلة محددة فيها أهداف، اللي هي حماية السعودية من أي خطر يتهددها من اليمن، لأن أنت عارفة الحوثيين عندهم صواريخ سكود وصواريخ من إيران وغيرها يصل مداها إلى السعودية، وكان يجب أن يتعامل معها لأنه خطر يهدد السعودية ودول منطقة الخليج القريبة من السعودية، فكان يجب أن يتم القضاء على ترسانة الأسلحة علشان
يضعف الحوثيين، وبالتالي ممكن يقبلون الدخول في حوار لحل الأزمة. ف اللي انتهى اللي انتهى واللي مكمل العسيري طلع قال ان اهداف اللي احنا وضعناها لعاصفة الحزم حققت 90% منها. ثاني يوم اعلن انتهاء الحملات، معناته هو كان واضح والسعودية كانت واضحة ان عاصفة الحزم انتهت، بدوا حملة ثانية. الحملة الثانية يتيحون مجال للحوار السياسي اللي هي ايه يعني قصف، يعني قصف الطيران يا استاذة فجري دلوقتي حضرتك بتعنوني له بايه؟ اختي اي تحرك هم قالوا، اي تحرك هم واضحين، بس للاسف احنا جماعتنا ياخذون العناوين ما يركزون في الكلام بشكل عام. يعني المتحدث العسكري واضح جدا في أيوة في كلامه، قال اي تحركات اي تحركات من الحوثيين سنضربها، لن اي تحركات على الارض من الحوثيين احنا نضربها. بعد يوم واحد من عاصفه من ايقاف عاصفه الحزم الحوثيين احتلوا مخزن اسلحه واحتلوا قاعده اسلحه، فبالتالي في تحرك على الارض. اذا هذا التحرك يجب ان يعني ده معناه ان العاصفه لم تنتهي، وان مقابل التحرك في تحرك. العاصفه انتهت لان العاصفه كان هدفها واضح اللي هو ايه، كان ايه هدفها؟ طيب كان ايه هدفها؟ حمايه امن السعوديه ودول المنطقه من اي تحرك مدعوم من ايران من الحوثيين لتهديد امن السعوديه ودول الخليج. وانت عارفه امن السعوديه شبر من السعوديه هو خطر على المنطقه كلها بشكل عام، على دول الخليج وعلى، ورئيس السيسي اعلنها في اكثر من مكان ان امن الخليج هو من امن مصر، وبالتالي احنا اولى ان امن السعوديه من امن الكويت. في التسعين الملك فهد الله يرحمه طلع وقال ان راحت الكويت رحنا كل ابونا او كلنا، فبالتالي امننا مرتبط ببعض. شبر من السعوديه تعرض للخطر، يعتبر المنطقه كلها تعرضت لخطر، فبالتالي كان هدفها ايقاف الخطر وتقليل ترسانه الاسلحه المملوكه للحوثيين. طيب بالمعنى ده يا فندم، فعلا نهايه بالمعنى ده بقى، ده معناه ان هم قللوا يعني حققوا الاهداف، ولا ما زالت هناك قوه على الارض بتتحرك فتحتاج الى رد عسكري اخر؟ اختي الخطر على السعوديه تقريبا تم القضاء عليه حسب تصريح المتعهد العسكري، المتحدث العسكري قال 90% من اهداف عاصفه الحزم تم تحقيقها، معناته 90% من ترسانه الاسلحه العائده للحوثيين انتهت او تم القضاء عليها. باقي 10% يعني حسب تصريحه. طب هل تحتاج ال 10% لطلعات جويه؟ يعني ما احنا كمان محتاجين نعمل بيئة تسمح باللي تقدموا بيه، اللي هو فكرة الذهاب الى حل سياسي او اجبارهم على الجلوس لمائدة التفاوض. عزيزتي اللي لاحظ تحركات الطيران من انتهاء عاصفة الحزم مرتبط بتحركات الحوثيين وليس منظم كما كان في عاصفة الحزم. يعني عاصفة الحزم كان في طلعات منظمة من الساعة كذا للساعة كذا يوميا، وكان في متحدث عسكري يطلع يعطيك النتائج. الحين بعد ما انتهت أصبح مرتبط بوجود أي معلومات عن أي تحرك حوثي على الأرض، بالتالي مواجهته حوثي طبعا مع. طيب خليني أقول لك، إحنا في مصر على إحنا في مصر على المستوى الشعبي وبالمتابعة طبعا، لان احنا بنشوف المؤتمرات الصحفية، مع مش قادرين نقف للي حضرتك واقفة عليه ده. فكرة انه في عنوان اخر غير عاصفة الحزم دي مش قادرين نشوفها، اللي تم الاعلان عنه في بداية اطلاق العملية كاهداف معلنة مش هي اللي وصلوا لها، وبالتالي احنا مازال عندنا ارتباك. هي العملية لم تنتهي بعد بحسب المشاهد العسكرية اللي ما عندناش غير مصدر واحد بالمناسبة إعلامي بنشوفها عبره، اللي هو المملكة العربية السعودية والكيان الإعلامي للتحالف العربي. نعم صحيح. طيب خليني أنقلك، أنا مهتم أختي بس عشان ناخذ الموضوع بشكل أبسط ومفصل حق اللي قاعد يسمعنا من الجمهور حاليا. الموضوع باختصار هو عملية عسكرية لها كذا هدف. الهدف الأول منها حماية أمن المملكة العربية السعودية من الخطر اللي يواجهه. الهدف الأول تحقق، باقي أهداف
أخرى اللي هي الحفاظ على الشرعية للرئيس اليمني، إعادة الأمن والأمان للشارع اليمني، خروج الحوثيين ومن. طب أستاذة فجري، أنت كسيدة خليجية بتتوقعي بالتقاليد ويعني ثقافة منطقة الخليج ومنطقة اليمن، هل من الممكن أنه الرئيس عبد ربه منصور هادي يعود؟ توقعك أنت. احنا في التسعين قعدنا سبع شهور في. انت وضع مختلف، مفيش وجه مقارنة. لا مش وضع مختلف، هو نفس الغزو نفس الاحتلال ونفس الشيء اللي هو. طب مين غزا مين؟ طيب ده انت كده بتحطينا في مشكلة. مين غزا مين؟ الحوثيين اختي نفس ما كانوا غزوا مين؟ مش هم كانوا في ارضهم؟ انت عارفة الحوثيين عددهم قد ايه من نسبة السكان في اليمن؟ مش بس الحوثيين اختي، ولو على الحوثيين عددهم قليل، لكن ضيفي عليهم علي عبد الله صالح والقبائل. جميل، نسبتهم كم في السكان؟ عند قبيلتين عند مليونين واحد معاه بالضبط، وبالتالي هم ما خرجوش واعتادوا على حد. الخناقه في ارضهم. كم عدد الاخوان اختي؟ كم عدد الاخوان بمصر؟ طيب خليني بعدين انا وحضرتك نتناقش في ده. كم عدد الاخوان بمصر؟ عددهم لن يزيد عن الرقم اللي جابه مرسي، لانهم خرجوا بعدهم واعتادهم اللي هو الخمسة مليون اللي جابهم مرسي في الانتخابات. كيف احتل هذا الخمسة مليون؟ 90 مليون مصري احتلال كامل خلال فترة حكم مرسي. والمصريين قدروا والمصريين بعددهم الكامل في 30/6 وبشكل يعني تلقائي وعندهم اسقطوا المشروع. طيب خليني بس استاذنك، انا المصري حضرتك اللي قارنتي الشعب المصري وعظمه المصريين وتاريخهم اللي يوصل الى الاف السنين. ربنا يخليكي، انا مهتمه شويه اشوف رحله اردوغان. انت قارنة باي شعب اخر؟ ربنا يخليكي، كلنا عرب يعني كلنا زي الفل. اللي يقدر عليه المصريين في 30 سنه ربنا يخليكي لا يستطيع تعيش. له اي شعب اخر، ومن الصعب المقارنه بين قدرات المصريين وثقافتهم وحضارتهم بأي شعب آخر. فلا تقارنين نجاح المصريين في إسقاط مشروع الاحتلال الإخواني على مصر في أي شعب آخر، لأن لازم. طيب الشعب خليني بس نفسي أعرف منك، ربنا خليك تعيشي، نفسي أعرف منك أردوغان في الكويت إيه الأجندة المعلنة؟ يعني إيه الاتفاقات؟ شوفي، بما أن أردوغان ضيف سمو صاحب السمو الأمير، فمن الصعب أن احنا نسيله إلى أن يسافر إن شاء الله، يطلع من الكويت لنا حديث آخر. ولكن الأجندة المعلنة هي اليمن وسوريا. في تحركات وتقارب واضح كما احنا قاعدين نشوفه بين إيران وأردوغان أو تركيا. زيارة أردوغان لإيران وقع فيها 8 اتفاقيات اقتصادية بمبالغ كبيرة. استلم الثمن. يستفيد من رفع الحظر. يستفيد من رفع الحظر الأمريكي. أردوغان هو الباك دور لأمريكا في المنطقة، وهذا واضح. هو رجل أمريكا في المنطقة وينفذ السياسة. أمريكا أعلنت أنها هي ضد إيران، لابد أن يتحرك أردوغان ليكون الباك دور، الباب الخلفي للسياسة الأمريكية. أنا سعيدة أردوغان قاعد يسوي. أنا سعيدة إن ده هو المعروف، لأنه خلينا نتفق أنا وحضرتك إنه بعد ما يغادر ربما تتضح بعض الأشياء، لأنه ظهوره كلاعب بهذا الشكل دايما بيجي بعديه يعني دخول مزيد من الإشكالات على الإقليم. وسامحيني هيبقى لينا لقاء تاني. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة فجر السعيد الكاتبة الصحفية الكويتية. طيب واحنا لسه مكملين في الاقليم، احنا مهتمين جدا باللي بيحصل ده، لان اللي بيحصل ده حق يعني الاستاذة فجر ادتنا على الاقل مفتاح الحكاية، يعني ده الباب الخلفي لتنفيذ سياسات الغرب او امريكا في المنطقة، وعلى علاقة جيدة بايران وبيستفيد. ارجو بقى من الجميع انه واحنا بنشوف الورق المكشوف ما نقعش في الخلط ما بين التفسيرات المسيطرة على الإقليم في قراءة المشهد. طيب أنا ليه بقول الكلام ده ببساطة كده شديدة؟ لأن في حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. الحاجة دي بتقول إن
في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتاع 2015. معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دي بتيجي كل 5 سنين، والحقيقة ان اخر مرة كانت في سنة 95، ومن وقتها مفيش اي كلام عن معاهدة انتشار الأسلحة النووية لحد يوم الاثنين. وده معناه ببساطة ان احنا قدام مشهد متغير في الاقليم يستحق ان نقف عنده بهدوء ونتأمل فيه. الوزير سامح شكري قال في اكتر من موضع، وهو النهاردة كان عنده مقابلة مع جون كيري حوالين هذا الامر، ان مصر لن تستطيع ان تقبل ابدا